اسعد الله صباحكم الزلف لو المشاهدين الكرام مستمعي راديو شمس افام في عدد جديد من حصتكم اليوميه قهوه وجورنال، واللي راح نطرقوا من خلالها الى اهم ما جاءت به الصحافه الوطنيه لنهار اليوم، بالاضافه الى باقي فقرات البرنامج وضيف الحصه كالعاده. نبدا بمعرض الصحافه وبجريده النهار اللي فتحت صفحتها الاولى اليوم بعنوان قالت فيه احداث اكتوبر سببها صراع الاجنحه وباجولي حاقد ومسموم. ونفى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد يحيى وجود أي تدخل لمصالح الرئاسة في قضية مطالبة نواب الأغلبية باستقالة رئيس المجلس سعيد بوحجة، مؤكدا أن القضية تخص الغرفة السفلى ولا أحد اتصل أو تكلم بالهاتف، كما اعتبر يحيى تهجمات السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر برنار باجولي بأنها محملة بالحقد والسم على الجزائر. اختلاسات وتضخيم في كشوفات الرواتب بديوان الحبوب، وانكشفت وثيقة تحصلت عليها النهار عن فضيحة مدوية باتحاد تعاضدية الحبوب للجزائر العاصمة والتابعة للديوان الوطني للحبوب، حيث تكشف وثيقة عبارة عن كشف راتب مدير وحدة ترويبة بالعاصمة لشهر أوت الماضي عن تقاضيه أموالا ضخمة نظير عمله لساعات إضافية مضخمة، ونفس الحال بالنسبة لعدد من العمال والإطارات بنفس الوحدة. حذري من ضرب التلاميذ والمبالغة في الدروس الخصوصية، وإن دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط المعلمين إلى نبذ كل التصرفات السلبية التي تسيء إلى سمعة الأستاذ وقطاع التربية، وعاد على غرار ممارسة العنف ضد التلميذ وتقديم الدروس الخاصة، وشددت بن غبريط على ضرورة التحلي باليقظة حتى نتجنب كل الانحرافات أي كان نوعها، وحتى نحافظ على المرافق العمومية المجانية للتربية. صاحب شروم للسيارة الفخمة يقود شبكة متاجرة في الكيف بالعاصمة، وإن يدرس عميد قضاة التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي محمد ملف شبكة وطنية منظمة مختصة في الاتجار الغير شرعي للمخدرات يقودها ملك شروم للسيارات الفخمة الكائن مقرها ببلوزداد بالعاصمة، والذي كان يمون بشحنات معتبرة من المخدرات من نوع القنب الهندي والكوكايين من قبل تاجر سيارات من عينتي موشنت بتواطؤ دركي بتيارة الذي كان يسهل له تمرير الشحنات من الغرب إلى العاصمة. نروح إلى جريدة شروق، قالت موقع التسجيل في الماستر يصدم المترشحين ويحرمهم من رغبتهم. تفاجأ عدد معتبر من خريجي الليسانس في مختلف التخصصات بإقصائهم من الدراسة في طور الماستر بعدما شرع الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عرض نتائج التوجيه، حيث يعيش المقصود حالات غليان على إثر ذلك. حسب مصادر جامعية فإن التوجيه كان بناء على معايير المعدلات في الليسانس بالدرجة الأولى مع مراعاة عدد المقاعد البيداغوجية. الخبر قالت 530 مليار في مهب الريح، وانكشف مصدر عليم أن لجنة التفتيش لوزارة الموارد المائية الموفدة إلى ولاية تبس وقفت على حقيقة صادمة في صرف أغلفة معتبرة على مشاريع حماية المدن من الفيضانات دون العثور على الدراسات التقنية التي أسندت لمكاتب الدراسات متخصصة وقامت بمتابعتها المصلحة التقنية بالمديرية الولائية. البلاد قالت توقيف 26 حراق بينهم 6 نساء طفلان بوهران. لا يزال مسلسل مكافحة الهجرة غير الشرعية مستمر في سواحل الغرب الجزائري، والتي تحفل بأرقام مذهلة يوميا حول مراكب الصيد التي تبحر سرا، حيث تم القبض ليلة الخميس إلى الجمعة على توقيف 26 حراق بينهم 6 نساء وطفلان. إلى وقت الجزائر قالت إحالة 25 محضر قضائي بناحية الشرق على مجلس التأديب، وانكشف أمس رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للشرق بمباركية محمد خلال الجمعية العامة العادية للغرفة أنه تمت إحالة 25 محضر قضائي على المجلس التأديبي في مسائل مختلفة، من بينها 5 حالات من طرف وزارة العدل، 6 منها من طرف النيابة، إلى جانب 14 إحالة من طرف الغرفة الوطنية. المحور قالت الجزائر وتونس ترفعان مستوى التنسيق الثنائي، وانشرعت الجزائر وتونس في أولى خطوات تجسيد الشراكة الثنائية
من أجل تجسيد مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة والتي اتفقت عليها حكومة البلدين في وقت سابق، حيث انطلقت أمس الندوة الأولى لولاة المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس تدارس مدى تطور التعاون الثنائي بين البلدين ووضع نقاط جديدة تشمل الشقين الاقتصادي والأمني لهذه المناطق. لوريزون قالت الأمم المتحدة تشيد بقوة الجزائر في مكافحة الإرهاب. شهدت منظمة الأمم المتحدة بدور الجزائر الناشط والفعال في مكافحة الإرهاب وبالخطط المنتهجة في القضاء عليه. أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير حول الإجراءات الهادفة إلى القضاء على الإرهاب الدولي أن مبادرات الجزائر الذكية قضت على الحرب الأهلية التي عاشتها طوال سنوات عديدة مبرزا بعض المبادرات الوطنية كمشروع المصالحة الوطنية. لديبا قالت تآكل سريع لاحتياطي الصرف، وإن يتواصل استنزاف احتياطي النقد الأجنبي ليتراجع إلى 68 دولار، حيث تستمر عملية تآكل احتياطي الصرف بالخارج بمعدل 9 مليار دولار كل سنة أو كل 6 أشهر مؤخرا ما يندر بنفاد كامل لاحتياطي آفاق سنة 2024 في حال استمر الأمر بنفس الوثيرة.